حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه